اخر بريك في الحصه بتاعنا هي ليكيب تيب. ليكيب تيب نختار معك كريم التشكيله التاريخيه لكره القدم التونسيه، شكون نجم نحطه في الكاش؟ شكري. شكري. على اليمين طارق ثابت، على اليسار الهادي الله يرحمه. الله يرحمه. في المحور شكون تشكيله مكشفه اذا فيها ماشي؟ خالد بن يحيى. بدره. بن يحيى. خالد بن يحيى. وبعد حط انت يعني بدره عملاق، جعايدي عملاق، شكون اخر؟ العقبي ممتاز. اي اختار لي واحد فيهم. رش بدر لازم واحد زوز رواتيما ديما. الهيشري كان ممتاز. شكون اخر؟ سمي لي خويا. اكثر ميت برشا اختار منهم واحد. بن يحيى و حتى شو اسمه زيد بن يحيى، وحتى كريم حقي كان ممتاز ومخرج لبرا. بن يحيى بدره. بدره. التشكيله التاريخيه للمنتخب التونسي مش للترجي. نقول لك ثم كان ثم ناس لاعبين اخرين افضل، قل لي انا معاك ممكن نتناقش معاك انا عندك ونقول لك بوتيتر انت عندك حق. باهي نعطيك اسم مثلا حاتم ترابلسي على اليمين، طارق خير. طارق خير. شكون طارق خير؟ حاتم علاقتي به جيده كي كان في تونس، اما طارق خير حسب اعتقادي. حتى في الكاش كيفي برشا يقارنوا شكري عطوقة. عطوقة اخ وصديق وعملاق. شكري يقعد شكري. باهي في وسط الميدان. كفيفو. اي. سراج الدين الشيحي. شكون معاه؟ مع سراج الدين الشيحي شكون نزيد؟ كيفاش تحب تلعب الساعة؟ نحب كلاسيك 4 4 2 4 4 2 يعني كلاسيك، ان 4 4 2 كلاسيك يعني سراج و المشكلة فما ملاعبية. زيدني ثلاثة تو في الوسط. ثلاثة في الوسط بيفو سراج. ما لقيتهمش؟ لا قاعد نفكر، قاعد نفرز. اي قاعد خاطر ما نجمش ننحي. نقول لك طارق ذياب والعقربي هذوكم دوفيس. طارق ذياب والعقربي وعيادي حمروني هذوكم دوفيس. هذوما اربعة هذوكم دوفيس. كمل لي الزوز القدام. نسهل عليك. اول زوز اسامي يجيو في بالك هذوكم هما هاتو. تميم. تميم. كيفاش ننسى تميم انا؟ شكون اخر؟ شكون اخر؟ جولي مام. وزبير زاد زبير صاحبي خويا نحيا يعني زبير مش اتاكون. اي نحكي لك على الرواق حسان زاد قوي ياسر في وقته. اي يعني نقول لك انا شكون نزيدوا معاه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. وليت راني نتحرك برشا قاعد وليت على اعصابي برشا. شكون باش نقول لك انا تو؟ شكون باش نقول لك انا تو؟ يا ربي يا ربي يا ربي. شكون اخر كان؟ جولي مين قلت لك انا ولا لا؟ ما قلت لي حاطين ايش فقط. لعب برشا جو. تميم وجو. لعب جو. دونك تشكيله مكشخه بامتياز فيها كان جو و فيها رجال زاد ملعب برشا ما نجمش. ملعب برشا زبير بغنيه كان افون سونتر قوي، بن مراد قوي ياسر. يعطيك الصحه كريم، شرفتنا بحضورك معنا اليوم. يعيشك كريم. كل اونس جابر.